شوية ديال الأنيماسيون، شوية التحكي، شوية الكتاب، خرجوا شوية من الروتين اليومي، كورونا كورونا كورونا. بغيتنا غدا التوجه الحمد لله زوين ديال الدولة ديالنا بقيادة صاحب الجلالة نصر الله، والمجتمع المدني تساهم بواحد الشكل فعال، وكذلك المواطن. اليوم جينا على واحد الفئة مهمة جدا. وأتمنى إن شاء الله يكون وصافي إن شاء الله تكون الدولة ديالكم زيارة، وحلاش تجيو الوليدة الصغار. عندما تكون في الصغير انت في الصغير. لا الله لا الله اقول حاج باقي صغير ولا اقول نجد اندلسيا سبحان الله نجد موضوع في الحماس اندلسيا خصكم تقعدوا شويه انتوما اقول ولاد صغار اسمع برافو عليك جينا واحد هديه بسيطه ولاد صغار نبقاكم بخير. انتوما اول فئه نبدا نداء وهذا وهذه المناسبه جبنا لكم واحد تيكادو صغير شي هذا اللي بعثناه يا الله 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 يا
بعد. تحياتي لكم شكرا. الحمد لله جات من اعضاء المكتب. عندنا اعضاء المكتب كلهم تيتوزعوا، كل واحد تيفرق المهام، تنوزعوا المهام. اللي تيجيب شي فكره مهمه وممتازه تنقدموها للمكتب ديالنا وتنقدم بالتصويت ديالها. هذه الفكره هذه ما يمكنش شي واحد ما يقبلهاش. عضو من الاعضاء ديالنا السي خالد غورتي له الشرف باش يولج بهذه الفكره هذه. بصوها ماشي موضوع اخر، والحمد لله ما يمكنش. وانتقنا احنا كاباء، مع وليداتنا، يعني نزلنا الواقع علينا احنا، تنشوف وليداتنا محجو في البازيل ديالهم، مسدود عليهم، ستريسين. قلنا نسبقوا ولاد الناس عاد نشوفوا حنا وليداتنا، وهذا شرف لينا. والحمد لله هذه الفئه هذه الحمد لله ليست اقل اهميه من الفئات الكبرى، يعني هذه الفئه هذه يعني استجبت للنداء ديال الوطن بكل تلقائيه. يعني هاد الوليدات بغينا نحسوا بانهم راه ماشي فرضنا عليهم الحجر، بانهم قاموا بواحد الواجب، يعني في المستقبل يقدروا يكبروا يقولوا في 2020 كنا صغار وطلبت منا الدوله ديالنا باش نلتزموا البيوت ولبينا النداء ديال الوطن. تقنا عند الاحياء، لان يعني هاد القافله سميناها ابتسامه من نافذه، يعني عن بعد، لان الانيماتور مسيو يوبي المسمى اللقب ديالو يوبي، الاسم الصحيح ديالو هو ايوب عيار، فنان كبير ويشتغل كبير مع الاطفال، والحمد لله الحاجه خرج من القلب، خرج من القلب وصل للقلب. وكان تجاوب كما تشاهدوا بان كان تجاوب كبير من وليدات الصغار. وتحيه للاباء والامهات، بخصوص الامهات اللي تيسهروا على وليداتهم، توفروا لهم الجو فين يشتغلوا. ونتمنوا على الله باش نعاودوا هذه ان شاء الله مستقبلا، ان شاء الله الرحمن الرحيم، وتكون احسن فاحسن. ما ماشي غير اليوم، راه دائما، ولكن حنا زعما كون ما كانش الوباء راه كنا غنشطوا معهم يوميا. وبالعكس حنا كجمعيه الاسلام دائما كنديروا حفلات، كنجيبوا الوليدات نشطوا معهم. ودابا فاش هذا الوباء حنا تنخافوا على وليداتنا بحكم اننا عارفه مع الاولاد بزاف، قلنا خليهم في ديورهم حنا نتنقلوا عندهم، حاش لان الوليدات الصغار كنشوفوا فيهم خوتنا وليداتنا وكلشي. لهذا حنا ما بغيناهمش يتاداو، داكشي علاش حنا جينا حتى لعندهم. ماشي تنقولوا حنا اللي غنتاداو، لا، حنا دايرين الحمي ديالنا والحي يحمينا والله سبحانه وتعالى. حنا بالعكس ما بقاو في الدار هذه المده كامله، وحنا كيف ما كنعرفوا الوليدات الصغار والناس الكبار مولفين تيخرجوا بزاف، وحنا المغاربه تنضحكوا وتنشطوا. دونك فاش جا الوباء هذا وخل في خطره واحده ريحنا في الدار، معيناش خرجنا، صعيبه واحد شويه ما مولفيناش. لهذا حنا كجمعيه الاسلام جينا حنا بغينا نتنقلوا عندهم ونشطوا معاهم ونقسموا معاهم الفرحه هذه. الحمد لله التجاوب كان زوين كيف ما كتشوفوا نتوما. واحد الصوره مش حيد ليا من بالي، قبيله كنا في واحد المنطقه اللي سميتها الاندلس، وحي سميتو الاندلسيه، وبقينا نشطوا ونهضروا. واحد المراه بكاش، انا فاش بكات ديك المراه عرفت بان راه الميساج وصل، والهدف ديالنا حنا ماشي نبكيوهم نبكيوهم، ولكن حنا بغينا يبكيو بالفرحه. وكان شرفنا اننا كنا حاضرين معهم اليوم واستجبوا معنا. اول حاجه كنبغي نشكر المغاربه كاملين، لانهم داكشي اللي قالت لهم الدوله طبقوه، بقاو في الديور. حنا فرحانين بانهم بقاو في الديور، بغيناهم شي تاداو، حنا بغيناش اداو، لان عندنا وليداتنا وعندنا خوتنا وعندنا مواتنا. والميساج الوحيد اللي عندي بغيت نقوله لهم هو بقاو في ديوركم، وهذا الوباء ان شاء الله حنتغلبوا عليه ونبقاو. وغايجي واحد الوقيته ان شاء الله قبل ما يجي كاع رمضان غنقولوا راه في 2020 في شهر 4 او في شهر هادي راه كان واحد الوباء ومشى. وتنبغي نشكر المغاربه كاملين من هذه المره، ونشكر الاعضاء ديال جمعيه الاسلام على رأسهم هشام جاري. شكرا.